نعطيو المتابع اليوم اجراءات البكالوريا تلامذة يجريو الامتحانات ان شاء الله تكون في ظروف صحيه طيبه، منهم زوز في حالات استثنائيه في السجن المدني بقروان. احنا سنين ديجا نعيشوا في ظروف استثنائيه في ولايه قيروان باعتبار جائحه كورونا وانتشار موجود فيه، وذلك علاش حتى ظروف اجراء الامتحانات في ظروف استثنائيه من خلال توفير البروتوكول الصحي، والبروتوكول الصحي يكون حسب مقاييس معينه. هذه اولا. ثانيا، كانت عندنا زياره لمعهد الباطن بالطبيعه والمركز للتجميع والمعهد للسجن المدني باعتبار وجود حالتين، معناها يعدي في ظروف البكالوريا في ظروف طيبه. الحقيقه الاجواء العامه نتاع الامتحانات كلها اجواء طيبه وايجابيه. المندوبيه الجهويه للتعليم وفرت كل الظروف، معناها الاطار التربوي كذلك التلامذه والاولياء. ان شاء الله هي نهايه سنه دراسيه ان شاء الله يتوجها بالافراح لعائلاتهم. حقيقه العدد اللي قاعد في القيروان نعرف احنا العدد الجملي 7233 تلميذ يعدوا البكالوريا، منهم 5786 في القطاع العام و1031 في القطاع الخاص، وعندنا 416 هما حالات معناها فرديه، وعندنا بطبيعه عدد زوز بالسجن المدني، وعندنا زوز معناها من الدول الافريقيه حتى هم يعدوا في البكالوريا. عندنا 10 حالات استثنائيه تم تحويل المركز الوطني بالمهديه، هذوما اللي عندهم اصابات معناها ايجابيه بالكورونا في اطار معناها في نزل اربعه معناها في نزل في المهديه على مستوى وطني تم تجميع كل الحالات. ان شاء الله نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق، ان شاء الله الظروف كل تعدى في اجواء طيبه، وهذه احنا من خلالهم هم نستناو فرحه لعائلاتهم اللي الحقيقه تعبت معهم خلال السنوات الماضيه كل خاصه السنه بصفه استثنائيه باعتبار ظرف استثنائي في جهه القروان. ان شاء الله المترشحين المصابين وصلتوهم انتم مع كسوله جهويه ومن تم تسخير حفله نتاع المجلس الجهوي نتاع الولايه بالطبيعه بالتنسيق مع الاداره الجهويه والتعليم، تم نقلتهم كل النزل في المهديه، وان شاء الله زاد في العوده باش نرجعوهم في النزل، وهم تحت رعايه خاصه معنا ثم الاطار التربوي والاطار الطبي وشبه الطبي كل متوفر على ذمتهم، ان شاء الله يعدوا في ظروف طيبه ان شاء الله. ومصاريف الاقامه شكون تحملها؟ وزاره التربيه الاقامه غادي في النزل، هي في نزل الاربع نجوم في بالطبيعه وزاره التربيه هي متكفله بالاقامه والاطار التربوي كل غادي، وبالطبيعه ثم الاطار الطبي وشبه الطبي موجودين كل في مراكز الامتحانات. يمكن تحتاج في اطار البروتوكول الصحي المواد تعقيم ووقايه، المجلس الجهوي ينجم يعاون؟ احنا ديما نعاونوا، احنا ديما موجودين، هي وزاره التربيه وفرت معناها كل الضروريات واحنا بالطبيعه موجودين لهنا حتى في اطار زياره هذه للاطلاع على مدى توفير كل شيء. اذا ثم بعض القياس احنا موجودين في كل لحظه نجم ندخلوا ونفروا من المطلوب ان شاء الله. في علاقه بالوضع الوبائي عدد الاصابات عاود ارتفع مره اخرى ومطالب بحجر صحي شامل. شوف العدد ما ارتفعش 379 العدد كي تشوف ان احنا نحسبوا على النسبه المئويه، احنا كنا 379 على 800 تحليل تقريبا، معناها النسبه المئويه ما زلنا في 50 48 51 52%، وهذه كلها نتائج معناها طبيعيه باعتبار عدم التزام اغلبيه المواطنين اولا، ثانيا رغم القرارات تم الاعلان عليها مازال ثم بعض التسيب، وهذه اللي قلقنا احنا، ثم بعض التجاوزات الاختيار قاعده تم في بعض الارياف، لكن زاد الحجر الصحي الشامل يظل ما نجموش نمشوا فيه في ظروف نتاع مناظرات وطنيه اولا، ثانيا الجانب الامني والناس الكل تعرف حتى في وجود في المجيه والجبال كوارث الجانب الامني موجود وعبر على موقعه، ما عندناش الامكانيات الكافيه باش نحاول نسكر الولايه في ظروف هذه باعتبارنا اغلبيه الامنيين اللي هي تو بمراكز البكالوريا. ثانيا ثالثا زاد ثم وضع اجتماعي واقتصادي خاص في جهه القروان لازم ناخذوه بعين الاعتبار. عندنا 12 حاله خاصه منهم حالتين في السجن المدني اللي احنا توج مع شرفنا بزياره في السجن المدني بالقيروان، حالتين كذلك لتلامذه افارقه يعدوا التاريخ والجغرافيا والفلسفه باللغه الفرنسيه، وبقيه الحالات الخاصه اما تضخيم خط او الاستعانه بتلميذ كاتب. عندنا حالتين مستجدين يوم امس في حاجب العيون حسويه للحوادث وكذلك اجراء عمليه جراحيه. اتخذنا كل الاجراءات والتدابير الوقائيه على مستوى السلامة والصحة. البروتوكول الصحي تعرف ينقسم إلى قسمين، الحاجيات والمتطلبات ثم السلوك. الحاجيات والمتطلبات متوفرة في المؤسسات التربوية، دعونا الناس كل إلى الوجوب الانضباط واحترام القواعد العلمية اللي منصوح بها. التجربة بتاعنا السنة الفارطة كانت ناجحة ولكن لا تقارن بهذه السنة لأن الظرفية مختلفة جدا. عندنا حالات خاصة كذلك قمنا بإرسالها في الليلة الفارطة إلى المهدية إلى ولاية المهدية لإجراء الامتحان
في المركز الوطني اللي تعمل تقريبا في حدود 10 حالات اللي انطلقوا، فما بعض الحالات الاخرى كان العدد في حدود 17 اول امس، ولكن بالتحيل لان فما شكون استظهر لنا بشهاده البرأة، وامكن ان نبقي على يعني العمليه هذه تمتد تقريبا الى حدود 3 صباحا البارح، امنا وصول التلاميذ الضبط في نزل في المهديه، اطمنا صباح على ظروفهم. طبعا في اثناء سير الامتحان ديو دي دوبا فما ربما حالات اخرى باش تكمل اليوم مش عادي في السنتر نتاع المهديه، في السنتر 8 نتاع الصباح تم اعلامهم اليوم مش عادي في السنتر، هما تم اعلامهم امس باوقات مختلفه، فما اللي تحصلنا عليهم، انا متاكد هذا نقول على مسؤوليتي، اللي تحصلنا عليهم تحدثنا معهم في حدود الثانيه او الواحده ظهر، فما تلامذة ما تحصلناش عليهم، اضطرينا بوسائلنا الخاصة باش ناخذوا الأرقام، صحيح اتصلنا بهم 6 و7 العشية وكنت نتعامل معهم مباشرة، نعرف فما بعض الغضب، فما واحد أبدنا تفاهم، ولكن في نهاية المطاف احنا نراعوا الظروف، حتى ولو سمعنا أمس كلام، لأن فما تلميذ أمس اتجاوز في حقي أنا كمندوب لكن ما يسالش معليش، وهذا اللي هدد بحرق نفسه في العلاء، معناها نقول على الملن باش نرفع قضية عدلية، وكذلك باش نعمل تقرير بتاع سوء سلوك التلميذ هذا ما خلى ما قال لي في التليفون، تفهمناه وتفهمنا الولية ودرجناه في كحالة خاصة. على كل التعاطي التلميذة بالحاجب تجري الامتحان الآن في مركز تمريض في المؤسسة التربوية كيف هي راهو العملية العملية لا ما مشيش، هي مش كورونا، التلميذة الحاجب عملت عملية وما 11 جوان، وعندنا كذلك تلميذ في الحاجب عمل حادث في الاحد في اليوم قبل الفارض، هذوما يعديوا في الامتحان، فما فيهم شكون تلميذ كاتب فيهم هذا. هذا على كل هو السجن المدني زوز حالات استثنائيه، عندهم مراقبين اساتذه مراقبين، كيفاش يتم ربما تنظيم عمليه المراقبه؟ التنظيم عمليه المراقبه ينطبق عليها ما ينطبق على المراقبه في المؤسسات، هو هذا يعتبر مركز امتحان، مركز امتحان بكل إجراءاته بعدد المراقبين، عدد كبير تقريبا، العملية هنا في السجن المدني تقريبا ما يقل عن 12 أن مراقب يراقبوا مختلف الامتحانات بنفس الإجراءات وبنفس الدقة بطبيعة الحال، وهنا فما تنسيق كبير مع الأخوين في السجن المدني مشكورين، وفي كل عام نأمل أن ربما في السنة القادمة، ولكن كنا دائما محل ترحاب، والحالات هذه الانحرافات السلوكية اللي تجم تصير وتؤدي إلى تجاوزات بنسبة تلامذة، نحن سعداء بأن نكون مع الأخوين في السجن المدني مشكورين، وسعداء كذلك خاصة أن رأوا في الامتحانات اللي تجرى في السجن تسجل نجاحات خلال سنوات الفرد، هذه الحاجة الإيجابية. شكرا بارك الله فيك.